ايه ده فلتة؟ دي مش حاجة ليها علاقة بالجو يا عم الخبير. ده في حد بيحاول يخترق مخزن المعلومات. بتهيألي كده أنا عرفت مين هو. استني عليا يا حبيبي باباها. ما تزعلش كده يا ميمو، دي الجاذبية. لما ترمي حاجة لفوق هتقع عليك تاني علشان وزنها والجاذبية الأرضية. بالظبط كده، الجاذبية الأرضية هي قوة موجودة في مركز الأرض تجذب كل حاجة ليها وتديها وزنها، وده اللي مخلينا ثابتين على الأرض مش طايرين في الهواء. إزاي ده؟ طب الطيور ليه بقى بتطير في الجو ومش بتقع على الأرض؟ ما هو الطيور ليها وزنها برضو، ولا إيه؟ بتضحك على إيه؟ بص يا ياسين، ربنا سبحانه وتعالى خلق الطيور بجسم وجناحين وديل بيساعد على مقاومة الجاذبية، ولو وقفت الطيور جناحاتها هتقع على الأرض على طول. بابا قال لي إن أول واحد عرف قانون الجاذبية هو العالم المسلم البيروني. معلومتك غلط يا هانم، لأن اللي عرف قانون الجاذبية الأرضية الأول هو نيوتن، لما كان قاعد تحت شجرة التفاح ووقعت عليه تفاحة زي ميمو كده. وقعد يفكر للتفاحة دي وقعت عليه من فوق الشجرة لحد ما توصل لقانون الجاذبية الأرضية. يعني ميمو كده ممكن يوصل لقانون هو كمان؟ اسكت انت. لا بقى يا سيف، معلومتك انت اللي غلط، لأن العالم البيروني هو اللي أسس قواعد قانون الجاذبية، وبعد سنين كتير قوي نيوتن كمل من بعده، وده اللي موجود في كتابات العالم البيروني. معلومتي صح. لا بقى، معلومتي أنا صح. لا أنا. كفاية انتوا الاتنين بقى، إيه رأيكم لو رحنا للشيخ صلاح يمكن يفيدنا ويقول لنا الإجابة الصحيحة فين؟ موافق، يلا بينا على الشيخ صلاح. يلا بينا. حاسس ان دماغي وقفت. البنت دي قدرت تخترق مخزن المعلومات اللي كنت مخبيه جوه التطبيق، وده هيخليها تقدر توصل لمعلومات تانية كتيرة قوي. طب كويس، الغلطة دي المرة دي مش غلطتي. كده متعادلين يا زعيم. ها هو انت سيف ودول اصحابك؟ ايوه انا سيف ودول صحابي. انا عارف انكم بتدوروا على الرموز بتاعت المسجد. بالظبط كده. انا بقى عرفت مكان رمز منهم، فدورت عليكم عشان اقول لكم على مكانه. يلا معايا بسرعه قبل ما حد يشوفنا. بجد؟ طب يلا بينا بسرعه. استنى يا سيف، قول انت مين الاول. نروح نجيب الرمز وبعدين نبقى نعرف هو مين. يا سيف بقولك استنى لما يقول لنا هو مين. ها ها ها، ايه المشكله يعني يا شروق لما نروح نشوف مكان الرمز فين؟ قول لها يا ياسين احنا ما بنصدق نلاقي حد يساعدنا في مهمتنا في اننا نعرف نلاقي مكان الرموز. انا ما عنديش مشكله، بس انا قلقانه. ازاي بقى وانت اهو مش مخليانا نروح نشوف مكان الرمز؟ يعني ايه نمشي مع واحد ما نعرفوش؟ ما هو عرفنا. المشكلة هو عرفنا وده مخوفني. ومين دلوقتي هنا جوه التطبيق ما بقاش يعرفنا ولا يسمع عننا اننا بندور على الرموز الالكترونية عشان نرجع التطبيق زي الاول؟ بيتهيأ لك يا سيف، احنا جوه عالم افتراضي، كل واحد هنا مشغول بحاله، لان التطبيق هو اللي كان رابطنا ببعض من الاول. طب والحل ايه دلوقتي؟ تسمحوا لي اتدخل في الحوار؟ اكيد انتوا قلقانين عشان مش عارفيني، بس انا عايز اطمنكم بس مش عارف ازاي.
جاوبنا زي ما شروق طلبت منك، انت مين؟ انا واحد من جوه التطبيق. كنت مبسوط لما التطبيق كان شغال علشان كنت بروح المسجد للشيخ صلاح، وزعلت جدا لما التطبيق باظ. طب هو فين الرمز؟ تعالوا معايا وانا هقول لكم على مكانه. يلا بينا. الكتاب ده طلع مفيد قوي يا بابا، حسن لي تفكيري وزودني بمعلومات كتير. مين اللي كان يصدق ان اقدر اقف قدام غلباوي؟ ما تفرحيش قوي كده، انا لسه عندي حيل كتير مش ممكن تخطر على بالك. اديني اهو قدرت ادخل على جهازك من تاني، بس المرة دي هقدر اغلبك انت واخوكي، ومش هتقوم لكم قومة تانية. مش هتقدر برضو المرة دي يا غلباوي، أنا كل مرة بغلبك. بس مش المرة دي، عندي ليكي مفاجآت كتيرة. مفاجآت؟ قصدك إيه يعني؟ ماشي ماشي، طالما أنت بقى عايزة تبوظي المفاجأة، ما قداميش حل تاني غير إني أقولك. بصي بقى يا ست البنات، أنا دلوقتي رايح أخطف أخوك سيف وصحابه، ها؟ والمرة الجاية هتشوفيه جنبي هنا والحبال مربطة إيدي ورجلي. أنت بتقول إيه؟ سيف لأ. أنا كنت هنسى حبيبة، أنت مش هتتصلي بأخوك البطل سيف تحذري؟ هو عمل ايه؟ سيف مشكلة وانا مش قادرة اعمل حاجة. يا سيف من فضلك رد عليا. يا سيف رد عليا.